مساء الخير، برحب بحضراتكم ويوم جديد يا رب يكون يوم جميل. النهاردة أول رجب، كل سنة وحضراتكم طيبين. شهر رجب من الأشهر الحرم اللي تحققت فيه العديد من الانتصارات زي غزوة تبوك والمعراج، وهو من الأشهر اللي بيزيد فيه الحسنات. هي كلمة رجب جاية من الترجيب، يعني تعظيم الحسنات وأيضا تعظيم المعاصي. ربنا يبعدنا يا رب عن المعاصي ويقربنا من طاعته. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. أنت طيبة يا دينا. وأنت طيبة يا سماح طبعا. والنهاردة أول يوم في رجب، أول لما رجب يجي كده الواحد بيتبسط لأن خلاص رمضان قرب. ربنا يبلغنا رمضان يا رب بالخير، وكلنا كده نبقى بصحة وبخير وبسلام. إحنا طبعا من خلال زينة بتعمل بيوت بنقدم ليكم كل ما هو بيهم الأسرة المصرية وبيهم كمان بشكل خاص المرأة، سواء موضوعات تغذية، سواء أكلات حلوة ممكن تعمليها في البيت. تابعونا على مدار الساعة ونص على الهواء مباشرة، هنقدم لكم موضوعات كلها هتهمكم جدا جدا وهتكونوا مبسوطين بيها إن شاء الله. أول فقرة هتكون معاكي إيه بقى؟ هنتكلم عن الأغذية، سواء جميل. كانت المشروبات أو الأطعمة في عز البرد اللي احنا كلنا متكتكين في البيوت، إيه الأكلات اللي تمدنا بالدفء وبالطاقة وفي نفس الوقت ما نطلعش بقى من الشتاء وزننا زايد بإذن الله. أنت عندك إيه؟ فقرة مهمة جدا لأن احنا الحياة في الشتاء يعني ما بنعملش حاجة غير إن احنا بناكل، فنشوف بقى ناكل إيه الصحي وإيه المفيد. طبعا كمان فيروس كورونا، أنا الفقرة بتاعتي هنتكلم فيها بقى بشكل طبي عن فيروس كورونا وايه المستجدات فيه وايه الاجراءات الاحترازيه اللي احنا لازم نفضل حريصين عليها طبعا بسبب ارتفاع الحالات. وكمان هنتكلم عن ايه الجديد في فيروس كورونا وايه طرق العلاج الجديده المستخدمه، وهنتكلم كمان عن اهميه تلقي اللقاح اللي بقى متوفر في كل مكان في مصر علشان خاطر نقي نفسنا طبعا واسرتنا من هذا الفيروس لحد ان شاء الله ما يروح. هيكون معاكي ايه تاني؟ النهارده هنتكلم عن الادمان، الشيء المتعارف عليه الادمان اللي هو إدمان المخدرات، إدمان السجاير، لكن الحقيقة مع تطور التكنولوجي أصبح فيه شكل آخر من أشكال الإدمان وهو إدمان الإنترنت. مدى تأثير إدمان الإنترنت علينا على الأسر المصرية وبالتحديد على أطفالنا اللي الحقيقة مش هبالغ لو قلت إن هم أكتر من 20 ساعة قاعدين ممكن يمنعوا نفسهم من النوم علشان قاعدين على الموبايل. الحقيقة ليه تأثيرات سلبية كبيرة جدا على حياتنا الاجتماعية، بيحدث فجوة ما بين الأسر، كل واحد قاعد في أوضة. مش بس كده، ولكن ليه تأثير نفسي كبير جدا على الولاد، الولاد بيكتئبوا بينعزلوا، حتى ممكن الأطفال الصغيرين اللي الأمهات بتستسهل وسايبة لهم الموبايلات ممكن يجي لهم شكل من أشكال التوحد. إزاي نقدر نحمي أطفالنا ونحمي الأسر المصرية من الإدمان، إدمان الإنترنت؟ ده إن شاء الله هنتطرق ليه من خلال فقرتنا. الحقيقه فقره مهمه جدا جدا قوي. انا هتابع بالاخص لان طبعا استخدام الموبايل او استخدام الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي لو مش بشكل مظبوط وبناخد منه الايجابيات الحقيقه بيضر بشكل كبير جدا. فقره المطبخ من خلال زينب بتعمل بيوت بنقدم فيها الاطباق المهمه جدا جدا في فصل الشتاء، والنهارده شيف هبه يوسف هتنورنا في زينب بتعمل بيوت وعامله لنا بقى كميه طواجن كده عشان نتدفى كده في الشتاء. اهلا بيكي يا شيف هبه، منورانا. اهلا بيكم، منورين الاستوديو، وبنرحب بالساده المشاهدين. طبعا النهارده ان شاء الله معانا مجموعه أيوة. اكلات شتويه ان شاء الله تعجبكم. طواجن، هنعمل طاجن محشي في الفرن وهنعمل طاجن خضار تورلي باللحمه محشي في الفرن. إيه؟ محشي ورق عنب، محشي كرنب وفي فلفل. الاكله الشتويه الرسميه. تمام. وهنعمل سبانخ وهنعمل شعريه باللبن اللي هي بقى الاكله الشتويه الليليه للعشاء. ده الحلو بقى. دي حلوه طبعا، اتغدينا بقى فلازم هنخلي بقى الشعريه الفلاحي الصعيدي برضو. لا الشعريه العاديه. العاديه بنجرب لنا الصعيدي برضو، يعني خلينا ناخد الاتجاه الصعيدي. في حاجه المره اللي فاتت. ايوه بالظبط، قلنا نغير بقى. بس حلوه فكره الشعريه باللبن دي بالليل، تدفي ومغذيه وجميله وخفيفه وسريعه. خلاص تمام جدا، هنتابعك طبعا على مدار الساعة ونص، مستنيين الأطباق الجميلة اللي انت هتقدميها لنا. مشاهدينا هنروح لفاصل وهنرجع وهيكون معانا فقرة مهمة جدا من خلال سماح وهتتكلم فيها عن أهم الأغذية الشتوية اللي ممكن نتناولها، كمان هيكون معانا تقرير عن المشروبات اللي ممكن تكون بتفيدنا في شهر الشتاء أو في فصل الشتاء. نروح لفاصل ونرجع تاني.
الحقيقه الشتاء السنه دي شتاء مختلف عن كل السنين، بيحتاج مننا ان احنا نتدفى. في بقى بعض الناس بتتدفى بالبطاطين، في بعض الناس بتاكل كميات كبيره جدا من الاكل. احنا الحقيقه مش عايزين كميات كبيره، احنا عايزين الاكلات اللي تمدنا بالطاقه وبالدفء، وتبقى السعرات الحراريه بتاعتها اقل لحد ما علشان ما نخرجش من الشتاء وزننا زايد. ده نعمله ازاي؟ ده اللي هنعرفه من خلال وجود ضيفتنا دكتور داليا الشيخ، استاذ مساعد بمعهد التكنولوجيا الاغذيه. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ايه الاغذيه؟ ايه الاغذيه اللي المفروض ان احنا ناكلها في فصل الشتاء؟ وهل ليها توقيت؟ يعني لو كنا حاجه في وقت متاخر قوي ده ممكن يزود وزننا؟ تمام. الاول انا برحب بحضرتك، وانا سعيده ان انا معاكم في البرنامج، وان شاء الله تبقى يعني ربنا يسهل كده ويفيدكم بمعلومات كويسه يعني. اكيد. الحقيقه هو طبعا الشتاء من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هي الاهتمام بالتغذيه. عايزه اقول لحضرتك ان الحرق في الشتاء بيكون اعلى كتير من الصيف. فاحنا مشكلتنا ان احنا بناكل غلط، بس هو ده المشكلة. اللي داخل اكتر من اللي داخل اللي خارج. اكتر من اللي خارج، وان احنا كمان ما بنبذلش يعني اي مجهود في الشتاء عشان خاطر كده. احنا زي ما حضرتك قلتي قاعدين تحت البطاطين، ما فيش اي اكتيفيتي بنعملها، فطبعا الموضوع ده بيزود او بيعمل زياده في الوزن. بالاضافه لان برضو المفروض ان انا بعد الساعه 8 بالليل ما اخدش اكل خالص يعني، او اخد مثلا سوائل. السحلب لا، السحلب فيه سكريات. ممكن اخد حمص الشام على اساس ان هو برضو بروتين، فبرضو مش مفهوش نسبه من الكربوهيدرات عاليه. فممكن ان انا اقدر في كمون. الكمون برضو بيساعد على الحرق كتير، من ضمن الحاجات اللي بتتحط برضو على حمص الشام. لا، مع على حمص الشام اقصد. كمون على حمص الشام. الناس بتحط كمون وليمون في الغالب يعني. فالكمون والليمون برضو من ضمن الحاجات يعني اللي بنسميها الحاجات الحرقه بالنسبه للوزن الزايد للجسم. بتستهلك الدهون الزياده عن الجسم، او بتحرق الدهون عشان خاطر الجسم يحصل على طاقة. البطاطا من الحاجات الحلوة جدا. صحيح. بس سهلة وبسيطة ورخيصة، وبالنسبة وفي متناول أي ربة أسرة. بس مش بالبشاميل ومش بالسمنة طبعا. أنا ممكن لو أكلت بس يعني نص الكف كده هو بطاطا مشوية، جميلة جدا، بتفيدني بفيتامين اي، فيها بيتا كاروتين عالي، فيها الياف عالية، فيها نسبة سكريات حلوة جدا، تقدر تديني طاقة بدون زيادة في الوزن. كمان عندي برضو في الخضروات الصلبية اللي هي زي مثلا الكرنب، الأرنبيط، البروكلي، كل دي من الحاجات الجميلة جدا والغنية جدا بفيتامين سي. هو حتى سبحان الله يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلق خضروات وفاكهه شتويه علشان تمدنا. انا كنت لسه عايزه اقول لحضرتك ان فعلا هو سبحان الله، هو ربنا الخضروات اللي بتتزرع في الشتاء هي المناسبه جدا للجو الشتاء. صحيح. والخضروات اللي والفاكهه طبعا يعني عندنا الموالح برضو من ضمن الحاجات اللي بتزرع في الشتاء، برضو من الحاجات الغنيه جدا بفيتامين سي، وحاجات بتجدد الدوره الدمويه، وما يعني مليانه فيتامينات ومعادن كتير جدا. ومن اكتر الحاجات اللي بتساعد على يعني ان الجسم يتغلب على ادوار البرد. يعني الحاجات المزروعه عموما في الشتاء هي ما تناسب الشتاء. في برضو عندي حضرتك برضو الخضروات الجذريه زي مثلا الجزر، اللفت، البنجر فيه صبغه اسمها صبغه الانسوسيانين، دي هايله يعني، مضادات اكسده هايله جدا بالنسبه للجسم، وفيها كميه من الحديد. وفيها حديد. تمام. الحديد برضو بينشط الدوره الدمويه، بيساعد الجسم برضو على ان هو يقاوم، او حتى ان هو يزود من المناعه بتاعته، يقاوم الامراض والميكروبات اللي موجوده في الوقت الشتاء يعني. هو البنجر الناس بتحتار فيه يعني، تحطه على ايه او تاكله ازاي؟ تسلقه ولا تاكله كده على السلطه؟ والله هو ممكن يتعمل سلطه، ممكن يتعمل عصير مع الرمان، ويتحط مع البرتقال. بالظبط. يتحط مع البرتقال ومع الفراوله، يتحط سلطه، يتعمل مشوي كخضار مشوي. يعني ليه طرق كتيره جدا جدا ممكن الواحد يستخدمه. لو زي ما قلت لحضرتك انا مش مستساغه كطعم، ممكن احطه كعصير
اعصره كعصير. البنجر مع الرمان من اكتر المشروبات اللي ممكن ان انا تديني فيتامين سي وكمان لصحه البشره وصحه المراه عموما يعني. الشعر والبشره والصحه والحيويه وتاخر الشيخوخه وتاخر التجاعيد والحاجات زي كده والزهايمر لانه في نسبه حديد عاليه جدا. فبالتالي اعتقد كمان الحديد والفيتامين سي بيساعدوا بعض ان هم بيساعدوا بعض. الفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد بالنسبه للجسم. فعشان كده حتى يعني في الغالب مثلا ما بنحط مثلا لو السلطه بنحط عليها ليمون، فالليمون فيتامين سي اللي في الليمون بيساعدني كتير على امتصاص الحديد اللي موجود في المكونات بتاعه السلطه. شوربه بقى، شوربه وحلاوتها وانواعها بقى. والله في شرب كتيره، مش لازم ان انا استخدم شوربه تكون مرق الدجاج او حتى مرق يعني شوربه دجاج او شوربه لحمه تكون فيها نسبه من الدهون عاليه. ولو ان الدهون برضو مطلوبه في فتره الشتاء علشان خاطر ان انا بتديني طاقه وبتديني قدره على تحمل الجو البارد شويه. بس ممكن انا استغنى عن موضوع الدهون ده بان انا مثلا استخدم شوربه الخضار. شوربه الخضار هايله جدا، ممكن احط فيها كرفس. الكرفس برضو من الحاجات الحارقه اللي ممكن شوربه، في شوربه الكرنب برضو. الكرنب مع الكرنب دي للتخسيس مش كده؟ للتخسيس وممكن كمان للدفء. يعني تحسسني بالدفء لانها عندها عليها يعني ليها قدره على انها تحرق الدهون الزياده اللي في الجسم. فالكرنب مع هي بتتعمل من الكرنب والكرفس الاثنين مع بعض يعني. فالاثنين يعني بيمثلوا ماده حارقه جامد جدا بالنسبه للدهون للجسم. فمش لازم ان انا استخدمها للدايت او استخدمها للتخسيس وبس، لا ده انا ممكن استخدمها في بيتي العادي يعني كأديها لأولادي علشان خاطر يحصلوا على كمية من الطاقة بدون دهون وبدون ما يبقى فيه تأثير على الصحة العامة يعني. شوربة العدس اللي ليها الأولوية بقى؟ طبعاً طبعا طالعه من القلب طبعا. لا لا ده يعني حضرتك مجرد ما بتشربي حتى كوبايه او يعني الطبق بتاع شوربه العدس فعلا الجسم بيحصل على دفء جامد. وكمان هي العدس من الحاجات العاليه في البروتين وعاليه كمان في فيتامين بي وكمان الحديد والفوليت، فدي كلها حاجات من الحاجات برضو اللي بتنشط الدوره الدمويه وبتعلي جدا جدا من بتحسن المناعه وبتعزز الجهاز المناعي جامد جدا عشان فيتامين بي برضه. واحنا في عز نقول ايه الساعه الشديده دي اللي هتستمر معانا لغايه مثلا شهر رمضان، يعني احنا ان شاء الله خلاص ساعات قليله باذن الله ويتم استطلاع شهر رجب ويتم تحديده بالتحديد. وحضرتك طيبه وبالف خير. ايه انواع البروتينات اللي ممكن ايضا تمدنا بالطاقه؟ هل البروتين الحيواني ولا النباتي؟ الاثنين الحقيقه يعني. في عند حضرتك البيض، البيض برضو ما فيهوش يعني برضو بيحتوي على نسبه عاليه من البروتين وهو بيعتبر البروتين المثالي بالنسبه للجسم لان فيه كل الاحماض الامينيه اللي المفروض الجسم محتاجها. في عند حضرتك برضو العدس زي ما قلت لحضرتك برضو فيه نسبه بروتين عاليه. الحمص زي ما حضرتك قلتي برضو مشروب الحمص، برضو الحمص فيه من ضمن البقوليات. البقوليات عموما ممكن برضو تعتبر من ضمن الحاجات اللي فيها نسبة عالية جدا من المواد اللي ممكن انها تديني طاقة. بالنسبة ممكن لو اتكلمنا ده بالنسبة للأغذية، لو اتكلمنا برضو على المشروبات ممكن البليلة. البليلة من ضمن الحاجات المحببة جدا بالنسبة لناس كتير. ممكن لو حطت لها جوز هند، جوز هند برضو من في زيوت زيت الجوز هند. زيت الجوز هند ده بيساعدني كتير على التركيز وعلى الاداء الـ يعني الاداء المخ يكون كويس ويكون بيساعد على التركيز بشكل عام بالظبط. وتقليل من الزهايمر وحاجات كتير جدا برضو. وبيساعد على الهضم كمان لانه زيوت يعني. فممكن انا ولو اضفت كمان برضو بالنسبه للبليله لو اضفت لها المكسرات. المكسرات برضو من ضمن الحاجات اللي بتدي الجسم دفء وممكن اكلها ما بين الوجبات حتى مش شرط ان انا احطها على حاجه. بس بتتخن مش كده يا دكتور؟ بتتخن بس يعني يعني هي مفضله في وقت الشتاء يعني. ما انا زي ما قلت حضرتك هو بس على الحكايه كلها تنظيم،
مش اكتر، ان انا انظم اكلي ازاي. ممكن اكل مكسرات ما بين الوجبات، ولكن احدد كميتها، يعني مثلا مش اكتر من 100 جرام في اليوم كفايه. اللي هي دايما بيتقال حفنه الايد، بالظبط قد حفنه الايد، اللي هي يعني فعلا بتكون حوالي 100 جرام. ومش مش شرط ان انا استخدم مكسرات تكون غاليه زي الكاجو، زي مثلا اللوز، الحاجات اللزجيه. اه طبعا دي ليها فوائدها، بس ممكن مثلا استعيض عنها باللب، لب القرع مثلا اللي هو اللب الابيض، مثلا السوداني، كل دي حاجات برضو بتحتوي اللب على اللب الابيض هو اللب بتاع القرع. معلومه، وده غني متهيألي مفيد جدا لمرضى السكر. طبعا لمرضى السكر، وبيقلل بينظم مستوى السكر في الدم، ويعني من وبيدي برضو زنك، وبيدي يعني مكونات ومعادن وحديد، وبيدي مكونات ويعني فيتامينات ومعادن مهمه جدا بالنسبه للجسم برضو في الوقت ده. فانا ممكن استعيض عن المكسرات اللي هي ممكن تبقى مثلا مش في متناول كل ربه اسره، بحاجات تكون رخيصه. فبس بذور الشيا مثلا برضو من ضمن الحاجات اللي هي الزيتية، ممكن أحطها على السلطة. بذور الكتان برضو من ضمن الحاجات اللي فيها زيوت، وبالتالي وبرضو صحية بالنسبة للجسم، ممكن أحطها برضو كتوابل أو كمكونات من ضمن طبق السلطة بتاعي. بيحتوي على بتحتوي على ألياف، وتحتوي على زيوت ممكن إنها تدفي الجسم. هو الحقيقة كل الأكلات دي بتقوي جهاز المناعة، ولما بيقوى جهاز المناعة إلى حد ما بنحاول إن احنا نقاوم فيروس كورونا. هنشوف دلوقتي تقرير عن رأي الناس في إزاي يقوي جهاز المناعة، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أولا نتعايش مع كورونا، ناخد الإجراءات الاحترازية، نلبس الكمامة، نقلل من النزول، نقلل من التجمعات، ناخد اجراءاتنا احنا كبيت كاسره كافراد بينا وبين بعضينا. اول حاجه لازم ناخد الماسك اللي هم اللي وزاره الصحه قايلين لنا عليه، ونتعامل بقى بالحاجات الثانيه كاسبريهات بقى وكمامه وكده، وناخد بالنا ما فيش سلام بالايد والنظافه والحاجات دي كلها. طبعا النظافه واحنا متعودين، ما احنا طول عمرنا بنغسل ايدينا، فالمفروض يبقى يعني نزود زياده شويه، ونلبس الكمامه، نهوي الشقه، يعني لازم يكون في النظافه. نتعايش مع كورونا من خلال ان احنا اول حاجه نلتزم بالاجراءات الاحترازيه. الاجراءات الاحترازيه ان احنا في حاجه اسمها النظافه الشخصيه. النظافه الشخصيه ان احنا نهتم بنفسنا، او بنظافه ايدينا والادوات اللي احنا بنستخدمها اثناء الطهي. طبعا الحقيقه بعد مرور سنتين من انتشار فيروس كورونا، اصبح كل الناس عندها وعي باهميه هذه الاجراءات الوقائيه الاحترازيه. دكتور داليا، عايزين نرجع مره تانية للاغذيه اللي ممكن تدينا تقوي جهاز المناعه وتدينا الطاقه والدفء. هل نقدر نقول التوابل؟ تمام. انا بس برضو عايزه اضيف الثوم والبصل كمان. ده صيدليه كامله بالظبط. الثوم هو مضاد للميكروبات، لجميع انواع الميكروبات، وليه فعاليه جامده جدا يعني كمضاد للميكروبات. مش شرط ان انا مش لازم طبعا اخده ني، ممكن اخده في حتى لو انا سويته في الاكل برضو هيفضل محتفظ بفايدته. ما بيفقدش قيمته. لا 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 لا، هو والبصل، والبصل نفس الشيء برضو. البصل بيحتوي على السيلينيوم. السيلينيوم ده مادة مهمة جدا بالنسبة للتعزيز المناعة والتحسين مناعة الجسم يعني. بالإضافة لأن هما طبعا يعني بيعملوا على يعني تنشيط الدورة الدموية برضو. من ضمن التوابل اللي احنا ممكن نحطها الكركم. الكركم والكاريل ما هو يعني الاثنين تقريبا نفس فصيلة واحدة. الكركم بالذات بيحتوي على مادة اسمها الكركيومين. الكركيومين دي من أهم المواد اللي هي بتعزز المناعة بتاعت الجسم. وكمان بتحسس الشخص بالدفء، ومش بس كده، هي ليها تأثير كمان زي ما قلت حضرتك من برضو تعتبر من ضمن المكونات الحارقة. هي عموما التوابل عموما من الحاجات اللي بتحرق شوية الدهون، وبالتالي بتساعد الجسم على أنه يحصل على الطاقة من مصدر ما يكونش دهني، بل بالعكس هي بتشتغل على دهون الجسم اصلا. يعني بتبتدي تحرق فيه الدهون الزائده بتاعه الجسم، وبتبتدي تدي الجسم طاقه داخليه منه يعني من الجسم نفسه. فطبعا القرنفل برضو من ضمن الحاجات اللي بتحسن الدوره الدمويه جدا. القرفه تمام. القرفه كمان ممكن استخدمها كحاجه مضاده لنزلات البرد. في ابحاث بتقول الكلام ده، لنزلات البرد واحتقان الحلق.
الزعتر، الزعتر من اكتر يعني، انا حتى لو استخدمت الزعتر ده كغرغره من اكتر الحاجات او من اكتر التوابل اللي انا ممكن ليها تاثير على الميكروبات السباحيه اللي ممكن تكون موجوده في الزور. فالزعتر حتى ممكن اغليه واشربه. الحاجات كمان الجميله قوي اللي الناس بتنساها هي مشروب الشعير اللي هو التلبينه، التلبينه مع اللبن. الرسول كان بيوصي بيها كمان بالظبط. عموما الحبوب مع اللبن يعني دايما الحبوب او يعني الحبوب عموما ليها فيها حامض اميني ناقص اللي هي اللايسين، فانا دايما لما بحط الحبوب زي البليله مثلا اللي قلت لحضرتك عليها، البليله مع اللبن، التلبينه مع اللبن، كل دي لازم احط اللبن، لان انا يعني العنصر اللي ناقص عندي او الحامض الاميني اللي ناقص اللي هو في الحبوب اللي هو اللايسين بكمله باللبن. فده مهم جدا فعلا زي ما حضرتك قلتي. يعني الحلبة، الحلبة باللبن، الحلبة الحصى، الحلبة الحصى، الحلبة الحصى لوحديها بتستخدم برضو لو أنا شربتها بتساعد كتير على تقليل السعال والكحة والأزمات الصدرية. اللبان الذكر وكمان العرقسوس من ضمن الحاجات اللي فيها كورتيزون طبيعي. رمضان بقى، في شهر رمضان إن شاء الله. إيه النصيحة اللي حضرتك تقوليها لكل الناس؟ يعني انا يعني النصيحه اللي انا اقولها للناس ان هم يكتروا فعلا من الحاجات اللي بتعزز المناعه. احنا عندنا مشروب حلو جدا في رمضان اللي هو التمر، التمر باللبن ده يعني فيه كل المكونات الغذائيه اللي انا محتاجاها. مش بس كده، ده انا كمان ممكن استغنى عن السكر خالص واستخدم انقع البلح بتاعي او التمر بتاعي في اللبن، وبالتالي انا بحصل على مصدر سكري من نفس الفاكهه، فما بقاش محتاجه ان انا احط عليه سكر. فطبعا التمر او البلح بايا كان، ايا كان اشكاله، الخشاف طبعا عندنا الخشاف مكوناته كتير، المشمشيه، القراصيه، الزبيب، كل ده بقى هنتكلم عن فوائده ان شاء الله في شهر رمضان الكريم. دكتور داليا الشيخ، استاذ مساعد بمعهد التكنولوجيا الاغذيه، ميرسي لوجود حضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه. حضرتك طيبه.